مساء الخير عليكم مشاهدي ومشاهدين قناة الصحة والجمال في برنامج ساعة في بيتنا. هكون معاكم إيمان عصام لمدة ساعة كل أربع من الساعة 1 للساعة 2. العلاقات الزوجية. العلاقات الزوجية دايما أي زوجين في الدنيا بيواجههم مشاكل، بيواجههم ضغوطات بسبب المسؤوليات، بيواجههم ضغوطات نفسية مادية، بيمروا بمشاكل كتير قوي مع بعض علشان يعملوا الأسرة الصغيرة اللي هم بيكونوا اتنين هم المسؤولين عن تكوين الأسرة. الخلافات دي أحيانا بتكون بينهم هم، بيكونوا في بينهم خلافات ومشاكل، اختلاف في الآراء، اختلاف في أي حاجة، بس وقت المشكلة لما بتخلص أحيانا بيقعدوا يتكلموا، يتعاتبوا، يتصالحوا، يقعدوا بالليل يقفلوا على نفسهم كده ويقعدوا يخلصوا كل أمورهم مع بعض ويقعدوا يحلوا مشاكلهم. لكن وحتى لو هم ما قعدوش وما حلوش مشاكلهم، دايما بيبقى في طرف من الطرفين بيعدي وزي ما بيقولوا بيكبر دماغه علشان المركب تمشي، لحد ما بيحصل الحاجة اللي لو حصلت بين أي زوجين في الدنيا بتهدم البيت، بتخرب الأسر، بتخلي البيت يتهدم، بتخلي ما فيش روح في الحياة، وهي الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية هو موضوع حلقتنا النهاردة، وده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. الخيانة الزوجية بتهدم جدار الثقة، جدار المحبة، جدار الأمان، بتهدم البيت. هل الخيانة ليها مبرر؟ هل الخيانة ليها أسباب؟ طب ليه خيانة الست بتفرق عن خيانة الراجل؟ ليه خيانة الراجل مقبولة وبتعدي وممكن نعديها وعادي، لكن خيانة الست غير مقبولة؟ ولو عرفنا ان في ست خانت جوزها لازم نقيم عليها الحد وناخد منها عيالها، لانها ست لا تؤتمن على تربية اطفال. مش ببرر الخيانة، الخيانة في كل الاحوال غدر وقلة اصل، لكن ليه الفرق ده موجود؟ هل ده عشان احنا مجتمع شرقي ولا عشان ايه، او ليه اسباب تانية؟ طيب امتى لما اعرف ان الطرف اللي معايا بيخوني اواجه ولا اسكت؟ طيب اصارح واسامح واعدي واقبل الموضوع واعديه وصالح، ولا امشي من غير ما ابص ورايا؟ كل ده هنجاوب عليه مع دكتور عمرو عبد السلام، بس عايزاكم تتواصلوا معانا من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه او البيج بتاعتنا على الفيسبوك. هنطلع فاصل قصير ونرجع ليكم مره تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل. موضوع حلقتنا النهارده كان عن الخيانه. الخيانه ايه بالنسبه للست؟ الخيانه إحساس بعدم الأمان. الخيانة لما الراجل بيخون مراته أو الست بتخون زوجها بتعمل عنده حاجة أو حالة من عدم الثقة في النفس، بتهز فيه كده ثقته بنفسه أو هو بيهز فيها ثقتها بنفسها لأنه فضل حد تاني عليها. الخيانة إحساس بالألم، إحساس جرح بيفضل موجود معانا فترة كبيرة وبنبذل مجهود كبير جدا لحد ما نقدر إن احنا نتغلب عليه أو ننساه. المجتمع بيبص للخيانة بشكل مختلف، يعني الخيانة بتاعت الراجل غير خيانة الست. اتكلمت عن الموضوع ده بس عايز اتكلم فيه شوية كمان، وهو ان الخيانة بتاعت الراجل ليه مختلفة عن الست. يعني ربنا ساوى في العقاب بين خيانة الراجل وخيانة الست، عقاب الاتنين واحد، فليه احنا بنشوف ده مش ببرر خيانة الست او بقول ان الست تخون عادي وليه متحاملين على الست؟ الخيانة خيانة، الخيانة حرام، والخيانة غدر، والخيانة قلة اصل، والخيانة حاجات كتير قوي، والعقاب عند ربنا واحد. فدلوقتي لازم نبص للخيانة بنظرة تانية. الخيانة غير مقبولة، ولكن يعني مش عارفة اقولها ازاي، لازم ان احنا نتعامل معاها بشكل صح. يعني انا شخص اتعرضت للخيانه، احنا النهارده مخصصين الموضوع عن الخيانه الزوجيه، لكن في انواع الخيانه كتير جدا. في خيانه اي حد بيخون عامه هو بيخون ربنا في الاصل، او في البدايه هو بيخون ربنا. بتخون في شغلك، بتخون خيانه في اصدقاء، زوج، ايا كان العهد خيانه. الكلمة اللي المفروض بنوعد بيها الشخص اللي قدامنا أي علاقة في الدنيا لازم تكون مبنية على اتفاق واضح وصريح. لازم نكون عارفين احنا متفقين على ايه. في ناس بتبقى تقبل مثلا، هنخلينا في العلاقات الزوجية اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة، ممكن ست تقبل زوجة تانية، ممكن راجل يعدي ان مراته خانته ويقدر ان هو يكمل معاها تاني. كل دي اسئله بتدور في بالنا بنبقى محتاجين ليها جواب. بس الاصل في الموضوع الخيانه اللي هو احنا لازم اصلا نتعامل معاها صح. ازاي تتعاملي وقت الصدمه؟ هي بتعتبر الخيانه صدمه كبيره جدا بتواجهنا. الخيانه غدر،
حد بيجي يضربك في ظهرك مره واحده وانت بتكون قاعد في منتهى الامان والراحه والثقه، وفجاه بيواجهك بوش تاني خالص وبيفضل حد تاني عليك، فده بيسبب لنا اذى نفسي كبير جدا، وبيسبب لنا عدم ثقه في النفس، وبناخد وقت كبير عما بنقوم بقى من المشكله دي، وان احنا نرجع لطبيعتنا الحقيقيه تاني ونقدر ان احنا نثق في حد تاني، لان دي بتكون مشكله كبيره جدا، اللي هو لما بيحصل كده مع حد بنبقى مش قادرين نثق في حد تاني. بس اللي بيضايق ان هو خيانه الراجل اللي ما بتتحسبش، اللي ما بتتشافش، اللي هو ده نزوه وعدت، اللي هو في ايه يعني، ما حصلش حاجه، ده مجرد شات على الموبايل، ايه مكبره الموضوع ليه؟ ليه بناخدها كده؟ الخيانه خيانه، الخيانه واضحه وباينه. إيه الست اتجرحت، اتهانت، اتخانت، حاجات كتير قوي، فما ينفعش نعديها للراجل. لو هنعديها، لو هنقف للست قوي كده، يبقى نقف للراجل زي ما بنقف للست، زي ما بناخد منها عيالها عشان هي ست لا تؤتمن على تربيه اطفال ابرياء، لازم برضو نقف للراجل نفس الوقفه. الراجل ليه القوامه، بس في حاجات نفهم المصطلح صح، القوامه ليه في حاجات معينه، ليه في كل حاجه. اوكي انا متفقه مع ده، لكن العقاب حتى ربنا بقول ان هو ساوى في العقاب بين خيانه الراجل والست. عليه واجبات لازم يعملها، وعليه حقوق تجاه الزوجة اللي معاه، كل دي حاجات لازم ناخد بالنا منها. وهو ده كان، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. هنطلع على الفاصل ونرجع ليكم مرة تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور عمرو عبد السلام، المحاضر وباحث في إدارة المهارات. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك والساده المشاهدين، وسعيد جدا ان انا التاني مره معاكي ان شاء الله في الهواء، وان شاء الله تكون حلقه مفيده للجميع يعني. واحنا كمان بقول لحضرتك النهارده موضوع حلقتنا عن الخيانه. الخيانه شيء صعب جدا، وفي ستات كتير جدا بيعانوا منه. من وجهه نظر حضرتك ايه هو مفهوم الخيانه؟ يعني ايه خيانه؟ بصي، هو الخيانه بنلخصها في كلمتين: انعدام الثقه او كسر الثقه، والحاجه التانيه خيانه العهد او نقض العهد. ده معنى الخيانة على أي مستوى، مش الخيانة الزوجية بس، على أي مستوى. صديق خان صديقه، زوج خان زوجته. يعني خيانة العهد اللي هو مجرد كلمة بتتقال؟ أيوة طبعا. ولا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في فكرة الجواز، اللي احنا النهارده بنتكلم في الجواز، لما قال إيه؟ اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بإيه؟ بكلمة من الله، واستحللتم فروجهن بأمانة الله. فالجواز بكلمة، الطلاق بكلمة. بكلمة، الجواز طبعاً. بكلمة. طبعا. عهد. طبعا عهد. ففي فكره الخيانه ان انا انقض العهد، او ان انا اكسر العهد ده، او ان انا اكسر الثقه، ان بني ادم يحط ثقته فيا ويامني على نفسه ويامني على حياته ويحصل عمليه كسر الثقه، دي هي دي الخيانه. طيب من وجهه نظر حضرتك برضو في انواع للخيانه، اشكال الخيانه ايه؟ بصي، احنا عندنا انواع كتير للخيانه، ويمكن اكثرها نوعين مشهورين جدا جدا: خيانه الاصدقاء لبعض، وخيانه الزوج لزوجته او الزوجه لزوجها. ودي اكتر الخيانات اللي موجوده في المجتمعات العربيه بتاعتنا، سواء بقى بتلاقي اصدقاء باعوا بعض، زعلوا من بعض، طلعوا اسرار بعض، والزوج والزوجه. وده النوع اللي احنا يمكن بنتكلم فيه النهارده، ده اكتر نوع. لو تبصي على المجتمعات العربيه، ولو تفتكري في حلقه الخلافات الزوجيه اللي احنا عملناها مع بعض، هتلاقي ان اغلب النسب الطلاق مرتفعه بسبب جزئيه الخيانه. والعلاقات يعني في العلاقات الزوجيه بالاخص. في العلاقات الزوجيه طبعا بالاخص. طيب احنا موجود عندنا ان احنا العلاقات الزوجيه دايما خيانه الراجل بتفرق عن خيانه المراه، من وجهه نظر حضرتك ده ليه؟ بصي، ربنا عز وجل لما في القرآن الكريم ما فرقش ما بين خيانة الرجل وخيانة المرأة، الزانية والزاني، الاثنين جابهم مع بعض، عقابهم واحد. ده اللي انا كنت بقوله، ان هو ان العقاب بتاعهم إيه، لكن نظرة المجتمع ليهم مختلفة. ما احنا خلينا نمشي بس خطوة خطوة. احنا هنا بنتكلم على الاصل، هل في فرق ما بين خيانة الرجل والمرأة شرعيا ودينيا؟ لا، مفيش فرق. الاثنين نفس العقاب بتاعهم واحد، والاثنين نفس اللي يقام عليهم واحد. تعالي بقى نمسك للمجتمعات العربية عموما، ان احنا مجتمعات اغلبنا مجتمعات ذكورية او مجتمعات ذكورية جدا. تمام. فانا النهاردة الراجل خان، معلش سامحي، الست خانت، لا يقام عليها، ما ينفعش، غير مقبول، غير مقبول تماما. طيب ليه وكمان بقى بياخدوا ضدها تصرفات عنيفة جدا؟ طبعا طبعا. ليه بقى؟ طيب ليه؟ عايزة اعرف ليه كده. هقولك ليه كده. لان احنا لو بنسقط الموضوع على الشرع شويه، يقول لك الراجل لو هو بيخون فهو ليه حق ان يتجوز اثنين وثلاثه واربعه، ايا كان كنا متفقين على المبدا او مختلفين عليه. تمام. اما الست لا، يقول لك ان الست لو خانت انهارت المنظومه بتاعت المجتمع كامله. بس انا مع حضرتك في الكلام ده، اكيد ده الدين، من ناحيه الدين. لا، انا بكلمك كمان كاعراف. يعني الست لما بتخون
بتخون بيقع مجتمع كامل. ليه بيقع مجتمع كامل؟ لان هي لما بتخون وبيتعرف ان هي خانت، هي بتضر اسرتها وبتضر اولادها وبتضر كل طيب المحتوى اللي الراجل اللي حواليها. بيخون ده بيخون مع ست؟ ايوه ما انا متفق معاكي، بس الراجل اللي بيخون ده هو بيخون في العلن ولا بيخون في السر؟ هو إيه بيخون ممكن يخون في العلن، ما بتبقاش خيانة، هنعتبرها إيه؟ زواج زواج بقى، حقه علاقة اللي هو ما بينهم. عادي ايوه مفيش بالظبط مشكلة. كده. لكن لكن الخيانة، خلي أنا بالك بتكلم في دايما. اللي هو الخيانة الزوجية، هو متجوز تمام وفي يعني في خلاص في علاقة وفي زواج، إن هو يخون ليه مقبول منه بيخون من غير جواز؟ ما انا هقول لحضرتك، الجواز خلاص في ست، انت من حقك جوزك اتجوز، من حقك تقبلي او ما تقبليش، تكملي او ما تكمليش. لكن انا بتكلم عن الراجل اللي بيخون في السر، الراجل اللي بيخون من غير علاقة وهو اصلا متجوز، فده ايه؟ طيب خليني اقول لك تاني. معنى قلنا كلمة خيانة معنى ان هي حاجة غير معلنة. خلاص انا متجوز واحدة سي وعايز اتجوز التانية فبعلن عن ده. تمام، معنى ان انا خنت معنى ان هو شيء مخفي. طيب الراجل بقى اللي بيعمل ده ليه اسباب كتير جدا جدا، زي ما الست ليها اسباب للخيانة. يعني لما نيجي نتكلم على اسباب الراجل، الراجل دايما بيقول لك مثلا بيخون. اول حاجة ممكن يخون الراجل ليه؟ عشان طيب فكرة بغض النظر عن الأسباب دلوقتي، أنا عايزة رد للحتة دي. اللي أنا هي عايزة ايه؟ رد، طيب ليه خيانة الراجل بتفرق عن خيانة ما احنا الست قلنا بقى في عشان احنا المجتمع؟ مجتمعات ذكورية، احنا مجتمعات طبعنا شرقي، فاحنا ما بنسمحش. خلاص الراجل خان سامحيه، طب ما سامحتوش بالبلدي اعلى ما في خالك اركبيه، هو هيروح يتجوز. طيب يعني ايه تمام، ضمان بقى المرأة لده؟ يعني ايه ضمان المرأة ان انا داخلة في علاقة زوجية؟ لا لا بصي، العلاقة الزوجية ما فيهاش ضمان. العلاقة الزوجية دي لازم تكون قائمة من البداية على وعي. يعني انت النهاردة لما تبصي للتجربة الماليزية، لما بيجوا يتجوزوا في ماليزيا ويرتبطوا، دول بيدخلوا زي دبلومة إرشاد أسري وجنسي وزوجي وعقلي، وبيتأهلوا تماما للكلام ده. عشان كده نسب الطلاق في ماليزيا لا تتعدى 4%. تمام، تمام، بس في أوروبا لو راجل خان مراته أو خان الست اللي معاه يقام عليه بيقام عقوبات. عليه هضرب لك عقوبات مثل بسيط وترفع جدا عليه جدا، قضية. هضرب لك مثل تونس مثلا. هي تونس دولة عربية ولكن هناك ممنوع تماما. بس تونس متحيزة للمرأة جدا، طب انا هقول لحضرتك اهو، ممنوع تماما فكرة الزواج التاني. ممنوع. ولو الراجل فكر في ده اصلا ممكن يقع عليه عقوبات وممكن توصل للسجن. ده اولا. الحاجة التانية، تونس تدعم دائما قانون المرأة وحرية المرأة والتعامل مع المرأة، فالست هناك واخدة حقها زي ما بنقول بالبلدي قوي يعني تالت واخدة حقها. وبتقلد. تمام، فكل دولة بتختلف عن التانية، بتختلف في قوانينها. عشان تونس مثلا قانون سيستم أوروبي، فهي قانون مدني. تمام، فالقانون المدني ده لو هو فكر، يعني مثلا واحد اتجوز واحدة تونسية واتجوز واحدة عليها من أي بلد تانية، لا عندها الحق ان هي تحبسه وعندها الحق ان هي هتاخد تقيم عليها. حقوقها. طبعا. تمام، بس في احنا لو هنتكلم على عندنا هنا حاجه اقول لك تاني، ان اكتر الدول اللي بتصنف شرقيه في التفكير بتاعها هي مصر مصر. أكيد. التفكير الشرقي فيها والمجتمع الذكوري فيها، حتى هتلاقي نسب التحرش فيها كتيره، هتلاقي نسب حاجات كتير جدا مرتفعه، نسب بطاله، نسب كذا. السبب دوت نظرا للسكان الكتير، فما نجيش بقى نقارن دوله بدوله، ولكن هنتكلم على مصر عشان احنا اغلبنا مجتمع ذكوري، هو متحيز للرجل اساسا مش للمرأة. تمام، طيب هو بيكون دايما كل شخص بيعمل اي حاجة دايما بيكون عنده مبرراته، فاحنا عايزين حضرتك تقول لنا ايه هي اسباب الخيانة وهل الخيانة ليها مبرر؟ الاسباب بتختلف عند الرجل عن المرأة. خلينا نتفق عندنا حاجة اسمها انماط الشخصية. الرجل بصري حسي. تمام، يشوف. يشوف، المرأة تسمع. فالست تعرف تضحك عليها بكلمتين وتقول لها كلام حلو، الراجل يشوف الحاجة يشوف الحلوة، بس مش الست. كل الستات دلوقتي. انا هقول لك اهوت واحده واحده بس. الستات يعني عقلوا شوية، ما بقوش كده. ما هقول لك تاني، هي عقلت بقت حسيه مع عقلانيه. تمام، الراجل بصري، فالراجل لما بيختار الست بيختار الست عشان جميله. لو الصوره اللي هو اختارها علشانها دي وقعت، تبدا مبرر الخيانه عند الراجل. اصل انا اتجوزتها عشان حلوه، بصحى الصبح الاقي جعفر صاحبي نايم جنبي. تمام، هي موجود الكلام ده فتمام، فبيبدا يتغير عند الراجل. ليه؟ الراجل دايما عايز يشوف الست حلوه. في احسن تمام، حالاتها طول الوقت. الست بقى ما يهماش هو حلو يكشي يكون لا دكتوراه ازاي، لا بتاعه. ازاي برضو. هقول والله انت بتقاطعيني. طب هقول لك، طيب اوكي. ما بيهمهاش تشوف ده نمره واحد، هيهمها الراجل المتهندل الجميل الشيك، لكن يهمها الحس اللي يعرف يطبطب عليها، اللي يقول لها كلمة حلوة، اللي يعرف يتعامل معاها نفسيا ويعرف السيكولوجية بتاعتها، يدخل المداخل بتاعتها ازاي. تمام، فمبررات الخيانة عند الراجل يقول لك اصل هي مش مهتمة بنفسها. مبررات الخيانة عند الست،
تقول لك اصله مش مهتم بيا، فاصبح نمره واحد ان الراجل عنده مش مهتميه بنفسها هنا تساوي عنده غريزه الجنس، العلاقه الحميميه تساوي عند الست الحب والعاطفه. عشان كده احنا قلنا عندنا مثلث اسمه مثلث الاتزان الزوجي، لما نيجي نبني علاقه زوجيه القلب والعقل والجنس، القلب اهم حاجه عند الست، الجنس اهم حاجه عند الراجل، ثم يتقلب بقى المثلث، يبقى الجنس ثم القلب ثم العقل. عند الست لا، القلب العقل الجنس. فبالتالي كل حد ليه اهتماماته الخاصه. ايوه، مش كده، سيكولوجيه الرجل بتختلف، سيكولوجيه الرجل تختلف عن سيكولوجيه المراه. الرجل نقول لك بيقولوا عليه ايه، صندوق. تمام. الست شبكه. فالست، الراجل احادي، الست متعدده. الراجل احادي، التفكير حاجه واحده يركز فيها. تقولي له وانت نازل جيب من عند عم محمد الخضار، ما تقولوش روح جيب الخضار وعدي على كارفور ماركت جيب كذا، هو هيجيب الخضار اول معلومه سمعها فقط. الا بقى لو هو ما شاء الله عليه مركز معاكي قوي، واحد بيخاف من مراته هيجيب كل حاجه وهو جاي. طيب، هو بعد ما خلاص حد، يعني حد من الطرفين عرف ان هو الطرف اللي معاه بيخونه، في الحاله دي اواجه ولا اسكت؟ في ناس بتواجه وتغضب وتكسر وتبين غضبها بطرق كتير جدا، وفي ناس تسكت وتمشي من غير ما تقول اي حاجه. فايه الصح؟ هنرجع نختلف تاني ما بين الست والراجل. الراجل لا يقبل خيانة المرأة تحت مسمى من المسميات، أيا كان هو سيكولوجيته وذكوريته والأنا عنده عليه. لكن هو عادي. تمام؟ لكن هو عادي، هي تقبل عادي. أما هو عادي فهو يجي عندك إيه؟ يقول لك طب ما تشوفي أنت قصرتي في إيه؟ ما دايما يعني حتى يعني زي ما بيقولوا بيرموا الحمل على الست. حتى عايز أقول لك، كنت لما بحضر للموضوع بتاع الحلقة لقيت إن من أكتر أسباب الخيانة يقول لك الأولاد. اللي هو ازاي ده؟ يقول لك ان الست لما بتتجوز وبيتجيب اولاد بتهتم بالاولاد اكتر، فهو بيحس ان هو في البيت ملهوش وجود بعد ما كانوا هما الاثنين لوحدهم. لا، هو اصبح الاهتمام الاكتر للاولاد، الولد عيط طب انا قايمه اشوف الولد طب كذا، فهو اصبح بالنسبه له البيت مش زي ما كان هو. بس ده مسؤوليته زي ما هو مسؤوليتها، يعني هو هما اولادهم هما الاثنين، مش هو بس، مش هي بس. ما احنا مش بنتكلم على المسؤوليات دلوقتي، انا بتكلمك على قناعه الرجل ونظره الرجل، مش بتكلم على المسؤوليه. ما احنا المسؤوليه دي لو اتكلمنا فيها دي محتاجه حلقات، مسؤوليه الرجل ايه ومسؤوليه الست ايه، وهل الست مسؤول منها كل حاجه في البيت؟ لا، بس مسؤوليه الراجل يعني بتختلف عن مسؤوليه. انا مش مع حضرتك في الحته دي، ان ده سبب خيانه، هم اولادك زي ما هم اولاد، والمسؤوليه دي. لا، انا ما قلتلكيش ان هو سبب خيانه، انا بقول لك هو ان القناعات بتاعه الراجل دايما عايز الست جميله، عايز يرجع البيت يلاقي ان الولاد ده اللي ناموا. بيوصله للخيانه. ايوه، ما هو ده بيوصله للخيانه، لان هو يعني ده سبب من اسباب الخيانه، هنعتبره سبب. انت بتعتبريه سبب، اوكي هنعتبره سبب، لان في ناس فعلا بتخون. انا مثلا لما بيجي لي استشارات وبيجي لي جلسات، تمام، بقول له طب انت بتخون ليه، او انت عايز تتجوز واحده تانية ليه؟ يقول لك كل ما اروح البيت الاقيها قاعده مذاكره مع العيال، يا بتاكل العيال، يا اما مثلا اكون عايزها مثلا لحق الشرعي تقوم قايله لا اصل الولاد لسه ما ناموش، طب انا اعمل ايه؟ ما انا برضو طب هي تعمل ايه؟ يعني خلينا نقول هي تعمل ايه؟ ما هي تعمل ايه؟ نرجع برضو لحتة المسؤولية، لازم الاتنين يبقوا مشتركين في المسؤولية. عشان كده قبل الجواز خالص لازم يكون، قبل فكرة الارتباط وفكرة الجواز، يكون محطوط كل النقط على الحروف ما بينهم وبين بعض. لكن احنا مشكلتنا بنتجوز كده، يلا ايه هو جميل ولا مش عارف مقتدر ماديا وهي نكتشف جميلة، نكتشف ده بقى بعد الجواز ونشوف ايه؟ بقى الدنيا فيها ايه بعد كده. عشان كده احنا في الخطوبة بنطلع احسن ما فينا عشان تتم العلاقه. بعد كده وتلاقي الست تقول لك انا اتجوزت صغيره، ولما بدات تكبر في السن مثلا وهي اتجوزت مثلا 18 20 الكلام ده كله، لما تبدا تتجوز بقى وهي مثلا او تكبر تبقى عندها 30 سنه، تبدا بقى تشوف، تبدا تقارن بقى انا ايه اللي خلاني وقعت الوقعه السوداء المهببه بنيله دي، وتبدا فعلا توصل لده ويقول لك ده سبب من اسباب خيانه الست، عمليه المقارنات، عملية ان هي اتجوزت وهي صغيرة. عشان كده احنا بنقول قدر الاستطاعة. بس هو خيانة الست بتكون اقل كتير من خيانة الرجل، يعني خيانة الرجل زي ما حضرتك قلت في بداية كلامك ان خيانة الست بتكون يعني هي بتفكر العاطفة، بتسمع بتسمع كلام حلو، كلام كويس، فخيانتها بتكون اقل، مع ان رد الفعل بيكون، يعني رد الفعل بيكون اشد واكبر على الست. هي خيانتها اقل في نظر الشخص اللي بيقيم ده، لكن لما هنحطها على ارض الواقع هي خانت، هي في نظر زي ما الراجل خان. يعني احنا لا نبرر للرجل ولا نبرر للمرأة، لكن الاثنين متساويين، ولكن بحكم المجتمع احنا بنميل للتحيز للرجل ان هو عشان يلحق يتجوز أربعة، دي نقطة. الحاجة التانية ان احنا مجتمعنا مجتمع ذكوري، لكن لا ده ليه ان هو يخون ولا ده ان هو يخون،
النهارده لما اجي انا النهارده اشوف في حاجه في الانسان اللي انا متجوزها مش مريحاني، في حاجه اسمها لغه التفاهم والحوار، نقعد نتكلم مع بعض تمام. ونقطه كمان، ليه بنقول مثلا الست اول ما تعرف ان جوزها بيخونها ردا على السؤال بتاعك ما تبينش ده في الاول، ما تبينش ما ان هي عارفه تتكلمش الحاجه. خالص، ما تتكلمش خالص تمام. وتبدا الست الذكاء العاطفي والذكاء الحسي عندها اعلى من الراجل، الراجل دبش يهبد الكلمه في الوش، اما الست لا، الست تعرف تدخل بالمفاتيح بتاعتها كويس جدا جدا. تمام. طيب هنعرف ده بعد الفاصل ونتكلم فيه بشكل ادق ونرجع تمام. ليكم مره تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور عمرو عبد السلام. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن لو انا عرفت ان جوزي بيخني او مراتي بتخني، اواجه واتكلم ولا اسكت واعمل نفسي ما عرفتش لوقت معين؟ في حاجتين يحكموا الامر ده، الاطاقه، مدى اطاقه كل طرف ان هو يقدر يتكلم. يتحمل قد ايه؟ في ستات ما تعرفش تخبي، ما اطلع عينه تتعصب وتتجنن وتبهدل على طول. الدنيا وتجيب وتهد الدنيا وتجيب العيله هنا وتجيب العيله هنا. وفي ست بتعرف تعمل كنترول على مشاعرها تمام. وفي راجل، وده 90% او النسبه الاكبر، ما بيعرفش يعمل الكنترول. وفي اللي بيعرف يعمل الكنترول لحد ما يتبين ليه او بيتغافل لموقف واحد. عشان كده احنا بنقول الفرصه مره واحده فقط ازاي؟ تمام. يعني ايه الفرصه مره واحده فقط؟ يعني انت لو انت بتخون وزوجك عرفت ان هو بيخونك، انا ابقى بدي الفرصه مره واحده فقط. والفرصه دي مش لازم اعلنه ان انا عرفت ان انت بتخوني، يعني مثلا شفت له شات على الفيس بتاعه على التليفون تمام. اسكت، قصدي حضرتك اسكت واحاول معاه. اسكت واحاول معاه بالذكاء العاطفي والاجتماعي اللي عندي ان انا اقعد اتكلم. طب حبيبي انت ايه اللي ناقصك؟ طب ما تيجي نسافر مثلا نغير جو، طب كذا. لقيت ان الامر مازال مستمر، لان الرجاله فيهم حته ايه، حد الاكتفاء. يعني ايه حد الاكتفاء؟ يقول لك خلاص انا كنت بحب مثلا ايمان واتجوزت ايمان وخلاص، واتجوزتها اصبحت دي مراتي تمام؟ خلاص بقى هي ايه؟ دي الحاجة الثابتة اللي موجودة اللي خلاص. تمام. نروح بقى للمتغير. اللي بنروح بقى كل للمتغير شوية تمام؟ اللي نروح بقى لفكرة ايه؟ المتغير، لان الراجل بطبعه بيحب التنوع. وعشان كده يعني الناس اللي هم الاخصائيين الارشاد الاسري والزوجي بالذات، خاصه الستات، دايما يعلموا البنت او الست ازاي تتفنن ان هي تخلي جوزها يحس ان كل يوم في جديد. لان من الحاجات اللي بتخلي في الشكل والطريقه وفي كل حاجه، لان الروتين بيعمل ملل عند الراجل تمام. فالنقطه ديت لما نيجي نقول ازاي نتعامل مع الامر لو انا عرفت ان في خيانه، على حسب طاقتي انا، على حسب طاقه البني ادم، بتختلف من كل ست للتانيه. طبعا، وكل راجل للتاني وكل ست للتاني. ثم الامر التاني على مدى حكمه الشخص في اداره الامور تمام. يعني يقول لك القاعده كده، يقول لك ايه؟ الرجل ياخذ عشيقه فيحافظ على بيته. يعني الست الرجل ياخذ عشيقه فيحافظ على بيته، والمراه تاخذ حبيبا لتترك بيتها. طيب هنفسر بقى، زي ما قلت لك حته حد الامان. هو متجوز فلانه وفي قناعته ان انا الشرع عاطيلي ان انا اتجوز اربعه، فانا هاخد الاساسيه اللي هي مراتي ام عيالي، واخد بقى اللي هي ايه، العشيقه بقى اللي ايه، تدلعني وتظبطني وكل حاجه. اما الست ما تعرفش، تستحيل تعرف تعمل ده. الست لما هتحب حد تاني استحيل تعرف تكمل في حياه زوجيه مع الشخص الاولاني. وعشان كده بقول يا جماعه، اللي بيتجوز ما ينفعش واحده تتجوز حد هي واخده غصب عنها، او عشان اهلها، او عشان اهلها قالوا لها، او عشان هو ليه منصب معين، او هو ليه ماديات معينه. لا، لازم انا الاول اتأنى، لان الهرمونات عند الرجل وعند الست بيتغيروا دايما. فبتلاقي ان فتره اللي بتتجوز عندها 20 سنه بغير اللي بتتجوز عندها 25، غير اللي بتتجوز عندها 30. اللي اتجوزت عندها 20 ما احتكتش بالواقع كتير، هي طلعت من الكليه او فضلت في الكليه ممكن واتجوزت. تكتشف ده بعد لما سنها، ايوه، يكبر لما توصل شوية 30 سنه 32 سنه، ده نظرتها بتختلف للعلاقه تختلف بقى الزوجيه. تماما تماما بقى، بتشوف حد تاني. تقول انا كنت اتمنى ان الشخص ده كنت ارتبط بيه في يوم من الايام. عشان كده احنا بنقول تأنوا في فكره الارتباط والجواز مش اقل من 24 سنه 25، عقبال ما البنت تفكر تتجوز. ليه؟ تكون اطحنت شويه في الحياه، وتعاملت في الحياه، وشافت وخلصت مرحله الكليه، فالهرمونات عندها والنضج عندها بدأ يثبت ويزيد.
غير الناس اللي بتبقى، عشان كده يقول لك نسب للاسف الانفصال والطلاق بتبقى من الناس اللي اتجوزوا من 18 سنه ل 22 سنه. 18 ل 22. اه طيب دكتور عمرو، حضرتك يعني من وجهه نظر حضرتك الشخصيه، شايف لو حد من الطرفين الزوج او الزوجه خانوا، من وجهه نظر حضرتك برضو تواجه، ضلت صح ان هي تواجه وتثور وتعرفه وتقلب الدنيا او حتى تتكلم معاه، ولا ما تتكلمش يعني على مستوى حضرتك الشخصي؟ ما انا قلت لك الاطاقه على حسب، انا ما اقدرش على مستواي الشخصي يعني، انا ان انا مش في الموقف، لو انا مثلا في الموقف هتكلم انا كعمر، لا لو حصل من الطرف التاني خيانه هتعامل مع الامر بحكمه شويه واشوف انا ممكن اكون قصرت في ايه او ايه اللي خلى الطرف التاني يوصل للمرحله دي. انا كعمر يعني انا كراجل لو حصل شيء زي ده هتعامل واصلح الخطأ لو انا متمسك بالشخص اللي قدامي فعليا. يعني لو الشخص اللي قدامي فعلا، عايز هقول لك على حاجه، في رجاله فعلا لما بيقعد مع نفسه ويشوف ان هو مراته خانته او هو تعرض لموقف زي ده، هو بيقعد يراجع نفسه ويشوف مدى التقصير اللي حاصل ايه ويبدا ان هو يبدا يصلح يعالجه. من نفسه وفي او رجاله يعالج. بتضرب بعرض الحائط، لا انت انا كده مالكيش، و انت تربيتك تربيه مش كويسه، وانت 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 وانا كده وانا راجل، وتبدا الذكوريه والانا الذكوريه عنده تعلى. تمام، تمام نفس القصه بقى في الست يعني كطاقه، لو انا هقلب بقى انا الاعلامي وانت مش الضيف وهسالك انت هتعملي ايه، هيبقى نفس القصه، لا مش نفس القصه انت خالص. هتولعي فيه هيكون في رد فعل غير اللي حضرتك بتقوله خالص. تمام. خلاص. ما انا بقول ايه لك طيب معلش انا هقطع حضرتك، معانا مداخله. هاجر، الو الو هاجر اتفضلي. طيب هو فصل. نكمل. معنى بالك، ما هي انت بتقولي انا هعمل ايه، انا هيبقى رد فعلي مختلف تماما. يا اما هسكت وهمشي، لكن ان انا اتكلم واتفاوض لسه ما هو ما واحاول، لا شفتي ما بقى، فيش فيها حل. شفتي بقى الفرق هنا ما بيني وما بينك ايه، اختلف. الاطاقة والحكمة في التعامل مع الامر. وهضرب لك مثل بسيط جدا جدا، جت واحدة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها عليه الصلاة الغامضية. والسلام. بصي بقى النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف مع الامر بحكمة ازاي. طب معلش انا اسفه اقطع يلا حضرتك مره تانية. يلا هاجر الو اتفضلي، ايه لو سؤالك يا هاجر؟ سمحت، انا بص يعني هو ده جوزي اللي هو بوست ماما كده، بس فجأة يعني ايه اخوه بيكلمه، طب انا حابه كلام اخوه عن كلام جوزي، فعاوزه حد المشكله. طيب انت حابه كلام اخو جوزك عن كلام جوزك؟ اخو جوزها. اه صح كده، انا سمعت صح. صح. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والحمو، الحمو الموت. قيل الحمو الموت، قيل من الحمو؟ قال اخو الزوج. تمام، فهي حابه كلام اخو جوزها عن جوزها ليه؟ لان هو في رجاله بتعرف تقول كلام جميل، بتعرف تقول كلام حلو، وجوزها ما بيعرفش بس يقول دي كلام. حالة صعبة قوي، اخو الزوج ده شيء. ما هو تاني حاجه اقول لحضرتك، احنا مش بنتكلم على هل هو صح ولا غلط، هو الامر شكرا هاجر، خاطئ. هنرد عليكي. تمام، هو الامر خاطئ من الطرفين، من اخو الزوج، وخاطئ من ان هي فتحت الباب لده. بص ربنا عز وجل لما قال لك ايه، ولا تتبعوا الشيطان، لا ولا تتبعوا خطوات خطوات الشيطان. الشيطان، فهي خطوه في الثانيه. النهارده هو بيجي عشان جاي بيت اخويا، لا هو جاي عشان يشوف مرات اخوه. يا في كده. اه في كده. تمام، ثم هي بتعمل الاكل واحلى اكل مش عشان جوزها، عشان اخو جوزها موجود اللي هو الحبيب اللي بس انا دي مبسوطه. تعتبر خيانة؟ ما طبعا تعتبر خيانه طبعا، مع بالرغم ان مفيش كلام مع او خطوات. ما هو دلوقتي بس اقول لك على حاجه، يعني ايه خيانه؟ انا النهارده بقول لك انا تعالي يا امين، انه يعني انت عاجباني. تمام، فانت عجبك قوي كلام عمرو، ثم بعد كده انا بحبك، فانت بدات تحبي عمرو، ثم بعد كده طب ما ايه رايك تتطلقي وتسيبي جوزك وتتجوزيني، ان انا احسن من جوزك وهعيشك احسن منه. فتبدا الخطوات خطوه ورا الثانيه ورا الثالثه، فينتهي الامر بفكره ان هو حاجه من الاثنين، يعني هتقع في علاقه زنا، يا يعني اما هتخرب فعلا البيت كامل مكمل عشان تتجوز الشخص ده. وبيبقى اغلب للاسف اللي بيتجوزوا بعد كده بيندموا على ان هم تصرفوا تصرف زي ده، لان بيبقى الشخص دون المستوى. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر هو ليه غرض معين عايز ياخده، وبعد ما بياخده خلاص اللي عملتيه معايا هتعمليه مع غيري. وانا خلاص. ممكن، ما هو ده ما هو المعروف ما اساسا، هو عشان دي الصوره ان الذهنيه اللي الشخص اللي هتبقى. بنخون معاه ان كان راجل او ست ما بس بقاش اصلا فيه يعني ناحيته اي نوع من الثقه، ايوه جدار الثقه مهدود، ما ايوه فيش ما انا ثقه. قلت بالظبط. يعني انا كان عندي صديق ليا بيحكي لي، هو عنده شركه تدريب زيي، فبيقول لي انا كنت قاعد بتفرج على الكاميرا كده وعنده سكرتيره واقفه وبنت حلوه كده يعني، ففي عميل بيجي كل السيشن يقف معاها بالنص ساعه والساعه، فايه اول مره تغافل وعدى والتانيه عدى، فالمره التالته جابها. لا بقول لك ايه،
هو العميل ده بيقف، اصلي يا دكتور كان بيدور على ايصالات ونسى ايصالات وقعد يسالني. هي اسباب ومبررات. تمام. المهم ايه، بيقول لي فوجئنا ان فلان خطب فلانه تمام وسابت الشغل. لما بتقول لصاحبتها الانتيم ليه خلاكي تسيب الشغل، قال لها لان انت ممكن يدخل حد تاني المركز يعجبك زي ما انا عجبتك وتعملي معاه زي ما انا عملت معاكي. إيه نفس عدم الثقة. طيب احنا معانا مداخلة مدام سلمى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذة امان؟ منورة الشاشة الحمد لله. تمام، ثانك يو، ربنا يخليكي. ماشي، اسمحي لي بس اكلم الدكتور. اتفضلي مع حضرتك. الدكتور انا شايفه كلامه متحيز جدا 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 للراجل يتعامل مع الست اللي هي الزوجه الاولى كانها الكم المهمل او الشيء الثابت عند الزوج، ويلف ويدور وهيلاقي حضرتها مستنيه حضرته. لا طبعا، الزوجه الكويسه المحترمه اللي صاينه بيتها اولادها وحياتها، ويجي الزوج يغلط ويحققها غلطه زي دي، مش من حقه ان هو يرجع يلف لفته يلاقي القعده مستنياه. لا طبعا. انا عايز بس حضرتك تفضلي معايا على السماعه وما تقفليش. حضرتك متحيز وبتقول ان لازم يلف لفته ويرجع يلاقيها. لا يا دكتور مش كده. طيب. هي مش امر ثابت عنده. طيب انا عايز حضرتك تفضلي على الخط بس ما تقفليش عشان ارد عليكي. هو الدكتور بيقول لك مدام سلمى خليكي معانا على التليفون هيرد عليك. اولا انا ما فيش في الحلقه، في الساده المشاهدين والناس اللي موجود في الاستوديو، انا في الحلقه ما قلتش اي راي شخصي ليا خالص. اولا ده معلومه يعني حضرتك تبقي شايفاها، او اللي موجودين معايا في الاستوديو هياكدوها لحضرتك. انا ما قلتش راي شخصي خالص غير في السؤال اللي سالتهوني الاستاذه ايمان. انت حضرتك رايك الشخصي لو اللي مراتك خانتك هتعمل ايه؟ انا قلت لها هعمل ايه رايي الشخصي كعمر. بخلاف ذلك انا ما قلتش اي راي شخصي. دراسات يعني انا في الاول وفي الاخر ما قلتش اي راي شخصي ليا. انا بقول لحضرتك بناء على الجلسات والاستشارات والحاجات اللي بتجي لنا، وليس الراي الشخصي بتاع عمري. لان انا قلت في اول الحلقه الراي الشخصي بتاعي انا قلته لك من القران الكريم، الزانيه والزاني الاثنين متساويين. تمام، محدش قال او انا ما صدرش مني في الحلقه ان انا قلت لحضرتك اني الست تفضل قاعده مستنياه. لا، انا قلت عمليه الاطاقه في ست، وده ما ننكرهوش، في ستات اهاليها بيضغطوا عليها ان هي تكمل حتى لو جوزها بيخونها، وفي العكس. وفي العكس عشان البيت والاولاد والكلام ده كله. لكن انا رايي الشخصي كعمر انا قلت يا جماعه ان الاثنين يتساووا في الخيانه. تمشي بقى امتى، ولا اللي هي الزوجه الاولانيه، ولا اللي حضرتك بتتكلمي عليها، حسب طاقتها وحسب حكمتها. والله ايمان ردت عليا كست قالت لي ايه، لا انا لو مكانك انا هسكت وامشي خلاص. هو ده راي ايمان الشخصي. لكن يا استاذه سمر انا في الحلقه لم يصدر مني راي شخصي في فكره ان الزوجه مهمله، لان الزوجه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي انا عندي امي، عندي اختي، عندي فاللي مش هقبله البنات لنفسي مش هقبله البنات الناس. فيمكن بس يكون في لبسه عند حضرتك يعني. تمام، انا بشكرك مدام سلمى. عايزه اقول ان الزوجه المحترمه لما جوزها يغلط مش لازم تتحمل غلطته، مش لازم. ما انا ما قلتش تتحمل غلطته والله. هل يا استاذه ايمان انا صدر مني قلت ان هي تتحمل غلطته؟ لا، هو مش بيتكلم في كده خالص. هو بيتكلم في طبيعه الراجل وطبيعه الست. انا بشكر حضرتك مدام سلمى. هو ده الاختلاف اللي احنا بنتكلم فيه. لا مفيش مشكله، بقول لحضرتك القصه كلها ان تاني انا لما بكون بتكلم بصفه عامه ولا بشخصن الامر. انا لو انا بتسال الكلام ده يعني كان من كام يوم عندي اول امبارح مداخله على راديو في تونس. تمام، نفس الكلام اللي قلته لحضرتك مع حضرتك في الحلقه انا قلته على الهوا في راديو في تونس متصلين بيا دولي وكلمتهم وقلت الكلام ده. اما رايي الشخصي ما ينفعش انت كمحاضر او كاستشاري تعلن برايك الشخصي، ولو اعلنته تعلنه عن قناعتك. زي ما انا قلت لك انا قناعتي لو حصل معايا الموقف ده هتعامل معاه ازاي. تمام، احنا معانا كمان مداخله. محمد، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. منور الشاشة حضرتك الأول. ميرسي، ربنا يخليك. تحية للدكتور عمر طبعا. الله يسعدك استاذ محمد. أنا معاك، أنا مش متابع البرنامج من الأول يعني الصراحة. أنا يعني من 5 دقايق بالظبط، فأنا أنت كنت بتتكلم برضه عن موضوع الخيانة وأنا معاك في نفس النقطة دي برضه. اللي هي النقطتين، هي موضوع الخيانة مثلا من الزوج أو الزوجة يعني ليها أسباب أكيد مع الزوج أو الزوجة. تمام. وبتفرق ولا تبقى واحدة في المعاملة الاثنين، دي حاجة. النقطة الثانية بالنسبة للموقف اللي هو اللي حصل مع زميلك في مركز تدريب أو في مكان الشغل، وإن هي مثلا واحد بيعجب واحدة، طب خلاص ما تروحيش الشغل، أو مثلا يبقى عايز أحطها في صندوق كده بعيد عن الناس وعشان مثلا ما يحصلش ده، فتبقى مرض عند اللي هو البني آدم. دي بتحصل كتير على فكرة يعني. تمام. مثلا أو مثلا خايف عليها مثلا خلاص كده مش عارف يعني، دي تفاحة آدم محدش عايز ياخدها منه.
تمام. انا بشكرك يا محمد، رسالتك وصلت. ايه رد حضرتك؟ طيب انا شايفه هو ان هي نفس النقط اللي احنا اتكلمنا فيها تقريبا. ما هي نفس النقط، لكن تاني حاجه اقول، احنا لا نبرر لا الخيانه للراجل ولا ولا للست. للست، احنا ما بنبررش. مش معنى ان انا كرجل وانت كست ان انت هتنحازي، احنا هنا في عموما واحنا بنقدم حاجه مفيده للناس بنطلع اهوائنا وقناعاتنا الشخصيه خالص بره الموضوع. اكيد احنا بنقدم الواقع اللي احنا بنعيشه، فالواقع اللي احنا بنعيشه للاسف هو ده الواقع اللي احنا اتكلمنا فيه طوال فتره الحلقه، ان الانحياز الاكبر هو للذكوري. اعلاميا تمام مش صح اصلا، تمام هو راينا الشخصي بس احنا كنا بناخدها بشكل ايوه ما انا بقول لحضرتك بسيط. بالظبط، فاهماني؟ فهو الانحياز اكتر ذكوريا، الانحياز اكتر للراجل، الانحياز اكتر في مصر، حتى الست يتقال لها لا انت تستحملي عشان بيتك وعشان اولادك وعشان هتاخدي لقب المطلقه وعشان بقى الهري اللي احنا احنا عايشين بنقعد فيه. نضغط. ما هقول لك على حاجه، ونظرة ده سبب، المجتمع خلي بالك اقول لك، ده سبب من اسباب الخيانه، ان سبب من اسباب الخيانه ان هي ضغط ما الاهل. تتطلقش، تفضل ده مكملة في علاقة هي مش مرتاحة هي مش فيها مرتاحه عشان فيها. نظرة المطلقة. ولهذا لما جت قصه اول حاله خلع في الاسلام، قصه معاذ وبريره تقريبا، اول ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ قالت له كلمه اللي اساسها الجواز، الاطاقه. قالت يا رسول الله انا لا عليه الصلاة اطيق والسلام. العيش مع معاذ. خلصت خلاص. فقال لها الا تردين؟ ما تفكريش طيب كده ولا كده. قالت والله يا رسول الله لا ارد ابدا، استحاله، وعندها منه طفلين. قال اذا وجبت يا بريره. خلص خلاص. الموضوع خلاص، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تمام. دكتور عمرو، انا عايزه ارجع تاني لمكالمه هاجر اللي كانت بتتكلم عن اخو زوجها. الزوجه انا عايزه حضرتك توجه لها رساله واضحه اكتر من اللي احنا قلناه. والله يا هاجر انا بوجه لها رسالتين. الرساله الاولانيه هاجر، انت بتلعبي بالنار. لو انت مش مرتاحه حاولي تاخدي امر قرار انفصالك عن الشخص، ولكن ما تلعبيش بالنار، لان في الاول في الاخر انت هتدخلي الاخوات في بعضهم. حته صعبه قوي. لو الزوج حس وفهم حاجه زي كده هتبقى مصيبه، اكيد تبقى كارثه، هتدمر بيها عائله كامله. فانت مش هتدمري عائله، ده انت هتدمري عيلتين لو انت عندك بيتك واولادك. وهو لو الراجل ده كمان اخو الزوج، ده مصيبه ثالثه، ان هي ممكن تدمر ثلاث اسر. لو هو عنده بيته واولاده وحصل الاعجاب، اكيد فهي دمرت اخ واخوه مع بعض، اسره ودمرت كامله. ثلاث اسر كاملين، مش اسره واحده، ثلاث اسر كاملين. فهاجر خلي بالك كويس جدا جدا، لو انت مش مرتاحه مع الشخص اللي معاكي، يبقى ما ينفعش يكون اخو الزوج تماما. احنا مش بنحللها ان هي تروح مع حد غير اخو الزوج تاني عشان الكلام يتفهم صح، ولكن انت هنا حاطه نفسك في منطقه كارثيه ممكن تؤدي لتدمير ثلاث اسر. دي الرساله الاولانيه. الرساله الثانيه، اصلحي علاقتك بزوجك وشوفي ايه المشكل اللي معاه اللي تقدري ان انت تحليه، اللي خلاكي توصلي لمرحله انك تشوفي ان اخوه ينفع ان انت تكوني في علاقه معاه. لقيتي العمليه دي ما بتنصلحش، لا يبقى خلاص، يبقى الحل ان حضرتك تنفصلي، لان لو وصل فكره ان اخو الزوج يتجوزك حتى بعد كده هتحصل مصيبه تانية صعبة بقى. جدا. وانا كمان عايزه اقول لها نفس الكلام اللي حضرتك قلته. وحاجه تانية، اول حاجه حاولي ترجعي لبيتك تشوفي فين المشكله، ليها حل. تمام. مفيش ليها حل، حاولي لو ليها حل حاولي ما تجتمعيش معاه في مكان واحد، حاولي انك تبعدي او تشيلي عينك من على الشخص ده او التفكير. حاولي تبعدي، ما تجتمعوش، ما تتكلموش، اهربي انت من اي تجمع هيخليكي تغلطي غلطه كبيره جدا. لكن لو في حل مع الزوج وتمام كملي، مفيش خلاص انفصل، لان لازم انت كمان في وضع يبقى في صعب حل جدا. مع الزوج وحل مع اخو الزوج. اخو يعني هي الزوج لازم توقف، تماما. انا بقول توقف كده التعلق، توقف بحده، وتوقف ان انت يعني هتوصل ما لمرحله ينفعش. ان انا هقول لاخوك، يعني تبقى اللي هو عمليه. رد صارم جدا، تمام. مفيش فيه لان خلي تفاهم. بالك برضو في نقطه من النقاط اخيرا نختم بيها لو انت بتختمي الحلقه، ان لو حصل شات او حصل مكالمات تليفون او حصل كذا، ده ممكن يكون هو بعد كده وسيله تهديد من اخو الزوج عليها، اكيد ان انت غصب عنك هتعملي اللي انا عايزه وهتفضلي ماشيه معايا اكيد في مجبرة السكه. بقى. فاحنا ليه تمام. احنا في غنى فبدل عن ما كل ده؟ ندخل نفسنا في قصه زي دي، لا شيل ده من ده تحت لحد. الدكتور عمرو، بشكر حضرتك وبجد كنت الله منورنا يسعدك. الله النهارده، يكرمك. دايما والله حلقاتك انا اعتذر جدا مفيده. جدا، اسف والله التاخير عليكي. لا عادي، والله مفيش اي بجد مشكله، عذرا ربنا يعني، الله يخليك. يكرمك يا رب. للاسف خلصت وقت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده من ساعه في بيتنا.